أسعد الله أوقاتكم بألف خير مشاهدينا أينما كنتم في حلقة كيف الحال لنهار اليوم. غنتكلموا على مرض من الأمراض اللي كتصيب الإنسان على المستوى النفسي، غنتكلموا على الذهان لإكتئاب الهوسي أو المعروف أكثر عند الأخصائيين وحتى عند الناس بلا بسيكوز مانياكو ديبريسيف. وطبعا هذا الموضوع ممكن لنا نناقشوه إلى مع الدكتورة أمل شباش. صباح الخير دكتورة أمل. صباح النور عزيزة. منين تنتكلموا على هذا الذهان لإكتئاب الهوسي لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف؟ لأن دابا ولينا كنسمعوا بزاف الناس في الكلام المتداول، انت مانياك، انت عندك بسيكوز، انت هذا. دونك شرحي لنا بالضبط هذا البسيكوز مانياكو ديبريسيف او الذهان الاكتئابي الهوسي، شنو تقصدوا به؟ الوغ اولا هو مرض يعني محسوب عند يعني اخصائيين لي بسيكياتر راه كيعرفوهم مزيان يعني، وعنده الشرح ديالو في يعني في الكتب ومشروح مدقق بالتفصيل. وعنده انا نهضر عليه عنده حتى الدواء ديالو. نعم. كيفاش كنعرفوه؟ هو كيبدا اكثريه في لادوليسونس يعني. نعم. في الوقت ديال الشباب يعني مع ديك 15 16 عام 17 عام، في ديك الوقت كيقدر يبان. نعم. كيفاش كيبان؟ كيبان هو الانسان سي دي تروب دو لومور. نعم. يعني مزاج، تقلبات مزاجيه. تقلبات مزاجيه. نعم. يعني كيكون واحد المرحله في الحياه ديال الانسان كيكون بحال دابا عنده واحد الاكتئاب. نعم. الاكتئاب كبير يعني الصباح ما قادش ينوض، ما كيعجبو حتى حاجه، ما باغي يدير حتى حاجه، كيحس براسو يعني ما عنده حتى طعم الحياه. كيكون وهذه الفتره كتقدر تطول يعني كتقدر تبقى يعني شهر شهرين ثلاث شهور ست شهور على حسب. هذه الوقيته كتكون صعيبه. علاش؟ حيت الانسان كيقدر كاع يفكر في لو سويسيد، كيقدر يفكر في الانتحار. نعم. يعني فريمون النفسيه منحطه بزاف. ومن بعد كتقدر تدوز لواحد الفتره ديال ليكسيتاسيون. نعم. يعني الانسان كيولي ما كينعسش، كينعس قليل، ساعتين ثلاثه السوايع، كيبغي يدير 10000 حاجه في الدقه، نشاط عنده، نشاط، كيضحك بزاف، كينقف في الهضره ديالو، كينقص من حاجه لحاجه، ما كتقدرش تتبعو، ما كيقدرش يتكونسونطرا في الذهن ديالو، ما كيتبعش الهضره، كلشي كتبان ليه سهله، كيقدر ياخذ دي ريسك يعني في الحياه، كيقدر يسوق بحال دابا 140 في الساعه 160 في الساعه، كياخذ يعني كياخذ دي ريسك يعني كيخاطر، كيغامر، كيخاطر بحياته بحال دابا كيقدر يشد الفلوس ديالو يديرها في شي افير، كيخسر فلوسه كلها يعني ما كيكونش عنده الاحساس بالخطر. يعني بحال دابا العائلات ديال بعض الناس اللي مصابين بهذا الذهان هذا. نعم. هاد الحوايج هذه باش يعرفوها، باش مثلا واحد الانسان في وسط عائله هز فلوسه كامله ودارها في شي غامر بها في شي افير ولا دونك غادي يحسوا به. ما يعني عطيت انا امثله. نعم. ولكن خصنا نجمعوا كل شيء. كيكون فتره ديال لا ديبرسيون، فتره من بعد كيكون واحد الفتره مكتئب ما باغي يشوف حتى واحد، انعزال وداك الشيء، راجل ولا امراه. ومن بعد كيقدر يكون اون اكسيتاسيون. نعم. يعني كيبقى يدير بزاف د الحوايج، فهمتي؟ ومن بعد عاود كيقدر يرجع للاكتئاب. نعم. الوغ كاين نوع اخر ديال لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف اللي كتكون غير اكتئاب، من بعد كيكون حاله عاديه ومن بعد اكتئاب، كيكون غير فيه غير 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 لو كوتي ديبريسيف. نعم. ما كتكونش لو كوتي اكسيتاسيون. داكور. ما كيكونش. نعم. ديك ال... ديك ال... بزاف النشاط والفرحه ولا هذا يعني. مي بزاف. يعني ماشي عادي بزاف. نعم. الطريقه اللي زايده. واخا امل، منين شكون اللي تيحس بهذا الانسان اللي عنده هاد لابسيكوز هذه؟ واش الاسره ديالو ولا الانسان كيوعى بها؟ الانسان ما واعيش بها يعني أكثر... الاسره ديالو اللي تتعرفوا بانه راه عنده شي مشكل نفسي. فوالا الناس اللي قراب، حيت كيشوفوا داك الشيء ماشي عادي، ماشي. نعم. نورمال. هو بحال دابا الانسان يعني اللي كان في ديك الفتره ديال ليكسيتاسيون ما كيفهمش علاش كيقولوا ليه نمشي للطبيب. هو بخير كيحس ولا هي بخير كتحس بان عنده واحد الطاقه كبيره، بانه باغي يحقق بزاف د الحوايج. نعم. باغي يدير بزاف د الحوايج وكلشي الحياه بين يديه. ما كيشوفش بان حيت الانسان بين قوسين اللي متوازن كيعرف الحدود، كيعرف فوقاش يقول لا، كلشي عنده بالعقل. ما غيكونش الافراط في الحوايج. نعم. والفتره انا قلت لك ديال الاكتئاب وديال فريمون الانسان بحال قلتي الطاقه ما بقاتش. نعم. عنده حتى الصباح ما قادش ينوض. ما كيقدرش ينوض. لو قلتينا في الاول بانه هذا المشكل هذا عنده علاج. نعم. قبل ما نتكلموا على العلاج، شنو الاسباب اللي كتقدر تخلق هذا الذهان الاكتئابي؟ الاسباب ما معروفاش يعني، كاين بزاف ديال البحوث دابا طبيه كنقلبوا على يعني من جايين شنو السبب، ولكن ما معروفاش يعني. بعض المرات يقول لك سي جينيتيك. نعم. حيت كيكونوا بعض العائلات اللي افكتيفمون لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف كتدوز
من الاب ولا من الام للاطفال. لان كنشوفوا حتى في بعض الاحيان مثلا ملي كيتواصلوا معنا الناس اللي تيقول لك عندهم بعض المشاكل هكذا اللي عندها علاقه مع الدماغ، امراض نعم. اللي كتصيب الدماغ، غالبا كتسولوهم واش عندكم شي واحد في العائله اللي عنده هذا المرض هذا. عندك لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف وحتى لا سكيزوفرينيا حتى هي كتقدر تكون ان فاكتور جينيتيك، كيقدر يكون وراثي. نعم. والعلاج امل؟ العلاج الاطباء اخصائيين لي بسيكياتر يعني هما، يعني ماشي كوتش ماشي بسيكولوج ماشي ماشي سيكسولوج ماشي بسيكياتر، يعني طبيب اخصائي فوالا اخصائي في الامراض النفسيه العقليه. دونك البسيكياتر عندهم حيت عندهم واحد الادويه اللي هي معروفه، يعني اللي في الفتره ديال الاكتئاب كيقدروا يعطيهم ادويه ضد الاكتئاب. نعم. وفي الفتره ديال ليكسيتاسيون ديال كتكون القوه ديال ديك يعني ديك الفرحان النشاط وداك، ولكن داك الشيء زايد على حده ما كينعسوش بزاف، وداك الشيء كينعاود ادويه اللي كتهدن، وداك الشيء اللي كاين بحال الليثيوم، كاين نعم. بزاف ديال الادويه اللي معروفه عند الاخصائيين حيت لي دوز ديالهم نعم. كيخصهم متابعه. نعم. وهذا النوع ديال الامراض امل ما كتحتاج فقط الادويه ولا كتكون مصاحبه بجلسات؟ الوغ الجلسات كاين بعض الاخصائيين كينصحوا يعني اللي عندهم هذا المرض باش يديروا جلسات باش كيقدروا يعرفوا ديال يعني دو بسيكوثيرابي. نعم. اللي كيقدر يعبر فيها بحال بلا كاين شي حوايج في الماضي ديالو اللي مأثره عليه وداك الشيء، ولكن الادويه لا بد منها. نعم. وبالادويه كيكون ليكيليبر، نعم تكون توازن، كيولي عادي إنسان، غير خاص الادويه ما كتقطعش اتونسيون. نعم. حيت كاين واحد الاعتقاده عزيزه واللي بغيت ناكد عليها اليوم. بزاف ديال الناس كيقول لك واه بالدواء صافي راه دار لاباس غير يقطعوا. نعم. لا سمحوا لي، الادويه ديال هاد الامراض خاصها تتخاد وتتخاد دائما. نعم. ما عمرها ما دائما باستشاره الطبيب، يعني نعم. ما يتقطعش الدواء بلا استشاره الطبيب. غادي ناخذ سيكوز ما كتقطعش ما كنقطعوش الدواء. غادي ناخذ الان اتصال عند سلمى اللي كتصل بنا مدينه طنجه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله سلمى، مرحبا. الحمد لله صافا ميرسي. الحمد لله كنشكركم بزاف على البرنامج. مرحبا مرحبا بك لالا. شنو هو السؤال ديالك سلمى؟ تفضلي. السؤال ديالي متعلق بالموضوع ديالكم. انا الام ديالي عندها هذا المشكل بحال دابا فيها النقا بزاف، تتبقى تحط الحاجه وتعاودها، تتبقى مثلا الحاجه تولي تقول لك لا مش مزيان. نعم. وسواس قهري يعني كتبقى سورتو ديال النظافه معروف. النظافه سورتو ديال النظافه يعني حتى تبقى تشكي حاجه ستة المرات كتقول لك لا شو ما دار مصطفى. ومشات عند الطبيب ولا لا؟ الحقيقه حنا كنا يمكن غير عادي، ولكن يعني الحاله ديالها ملي بدات تطور بغينا نعرضوها على الطبيب. الوغ بلاتي اسمح لي عافاك سلمى، بدات قليله وبدات كتطور، يعني كيفاش هذا التطور داير؟ يعني في الاول كانت عادي بحال دابا كتغسل الحاجه جوج مرات صافي، دابا ولات يعني تقدر تغسلها حتى لسبعه د المرات وما تتقناش. نعم. وملي كنقول لها ماما واش نسيتك هذا المرض ولا هذا، تتقول لك لا انا راني لاباس ما فيا حتى حاجه. تخي بيان. الوغ امل يعني كيخصهم يسكتوا على هذه المساله ولا يدوا الام ديالهم الطبيبه؟ لا خص، حيت يمكن عندها هذا حاجه واحده اخرى. نعم. هذه ماشي لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف اللي كنهضروا عليها اليوم. نعم. ولكن حتى هذا واحد المرض اللي هو بحال اللي قلتي الوسواس القهري اللي حتى هو كنمشيو عند الاخصائي عند البسيكياتر اللي كيعطي ادويه، وكيكون هناك حصص تم على الادويه، يكون حصص ديال العلاج. نعم. ولكن ما خصهمش يسكتوا باسكو بحال اللي قالت راه غادي وكيتزاد كيتطور، يعني كسوسوا هذا الدهان الاكتئابي الهواسي ولا الوسواس القهري ولا هي امراض اللي تيخص ضروري من تدخل طبيب. الى يعني ما تدخلش طبيب فين تقدر توصل بالانسان مثلا؟ يعني بحال بلا خدينا الموضوع ديالنا اليوم، يعني اولا معذبين. نعم. هاد الناس معذبين ما لاقينش راحتهم الداخليه. يعني ما عارفينش راسهم من رجليهم. نعم. ما كيبقاوش هما. يعني بحال بلا بسيكوز مانياكو ديبريسيف الانسان في ذاك الوقت ديال الاكتئاب راه يقدر يوصل للانتحار. نعم. ما باغي يدير والو، يعني سي تري غراف. نعم. وفي الوقت الاخر كيقدر يخرج على راسه وكيعرض راسه للخطر وكيعرض الاخرين للخطر. دونك نعم. دونك خصنا حنا كمحيط، يعني الزوج الزوجه الوليدات يعني سلمى، نشجعوا الناس اللي كنشوفوهم يعني ماشي معذبين في حياتهم. ولا ماشي يعني في هذه الحاله وفي هذه الحاله يعني المرضيه يمشيو يشوفوا اخصائي، والعلاج الحمد لله كاين. نعم. تنشكرك بزاف. نعم. دكتوره امل شباش، يعني مازال غادي نتعرفوا اكثر على هذا الموضوع هذا والفرق بينه وبين امراض اخرى، لان نعم. كيختلط علينا الامر، يعني جوستمون انت كيف ما سمعتي من المكالمه. نعم. ما بين الوسواس القهري، ما بين لابسيكوز مانياكو ديبريسيف، ما بين ربما امراض اخرى اللي كتعرفوها. نعم. انتم الاخصائيين تعطينا غير اشارات، وهذا دورنا كذلك اننا نعرفوا الناس. مرحبا. حتى يعني النصح
فيما يخص يعني العلامات الاولى، كيفاش يعرفوها الناس هذيك العلامات الاولى؟ مثلا ما عرفتش انا مثلا واحد الشخص في واحد الاسره، شنو هي اول حاجه اللي تقدر دير كيف ما تنقول لا بيس لوغاي ديال العائله ديالو باش يمشيو يشوفوا اخصائي؟ ناخذ دابا تعطينا دابا غير فكره ونكملوا في الراديو. واحد النقطه فكرتيني فيها عزيزه، غير المشكل اللي كيتطرح عاود، حنا فاش كنعرفوا الحاجه ولا كنفهموا الحاجه ما ناخذوش بلاصه الطبيب. باسكو هذا مشكل عندنا في المجتمع. يعني كندخلوا للانترنت ولا كنسمعوا شي حاجه وكنوليو حنا كنشخصوا، حنا كنقولوا لراجلنا ولا لمراتنا ولا لولدنا راه عندك هذه ولا عندك هذه، هذا خصنا ما نديروش هذا الشيء، ولكن نقدروا ننصحوهم. ولكن كاين بعض المجتمعات، وحنا غنتكلموا على هذا الموضوع هذا في العشيه ان شاء الله، كيمشيو لاشياء اخرى تيخلطوها مع المس ومع وكيمشيو لطريق اللي ربما مختلفه وتقدر تخرج على الصحه ديال الانسان في بعض الاحيان. وفي هذه الامراض شحال ما تعطلنا، شحال ما التاثير كيكون اكثر، وشحال ما كيكون الدواء اصعب باش يعطي واحد المفعول ديالو. تري بيان، تنشكرك بزاف دكتوره على شباش على هذه المعلومات هذه كلها. شكر كذلك لكم مشاهدينا حتى على التواصل ديالكم، رسائلكم لتثلج الصدر، وكذلك الاسئله ديالكم اللي كنتوصلوا بها على مدار الساعه في الرقم ديال البرنامج اللي هو 05 22 34 62 34. غادي نتلاقاو في العشيه ان شاء الله على امواج راديو دوزام من جوج حتى لاربعه، غنكون معكم بشكل مباشر، وغترافقني الدكتوره امل شباش للاجابه على كل الاسئله ديالكم. الى اللقاء.